بلى براكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اشتغالة يا أم إضمار عاملة لفت شريكي تفصيل لسه مهجي تفسير رون كردنوي أو عاملة إضمار كراو الشارع وتوا صحة حالتي هي تجيشتين يا مختارة بلى مختار وايا يا واجبتي يا رفعية تجيشتين يعني بينج حالته بينج حالته تيجي بينج حالته بينج بشي بو هي يعني مختار تيا رفعية يعني هل بجيراو واتخي رفعش تيا درستا بلام رفعك هل بجيراو اما بشي يا واجب تيا رفعية يعني واجبة بمرفوعي بخوني توامش بشي كتر يعني نصبية يعني مختار تيا نصبية يعني دروس تب مرفوعي بمنصوب بخوين تو بلام هلب جيراو بس انكرا ويا كمنصوب بي يعني واجب تيا نصبية تقشتي يعني يستوي الأمرانة مستوي الأمرانة يعني هم رفعهم نصبوك ويا قوية كما مسايد كمانا راجح نيا تقشتي أما بيانش يا واجب الرفعة يا واجب النصبة يا مختار الرفعة يا مختار النصبة ويا مستوي فيه الأمرانة يعني شبه مرفع بخير شبه منصوب بخير توك يقع فرقيني وفصل إيش كمان يا بسر إيش كام يعني أم بين سورة الرو أدات تجشتي جائزة دانا بدانا بمن بس أك تجشتي يكمل بس إخ مختار الرفع أفرمي ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلاف يعني هل بجرا وفسن كلا ورفع لو اسمي كوا لسرتا وهاتو كوتمان عاملة كده مشغولة وناتو أنا عمل كياب كاتو كعمل لصمي لك ياكا جاب مرفوعي بخيته ولا ثلاثة بالابتداء ببني مبتدائيته شو كنت هل اسمي لسرتا وها وهي كتا مبتدع قال مرفوع متغشتي عند عدم قرينة خلافي شو وقت أعوى بمرفوعي إخواني تولى سروي كمبتدايا عند عدم قرينة خلافي كاتي نبوني قرينو بلغي خلاف رفعك يعني قرينو بلغي نبو بخلاف رفعك نصبيا قرينو بلغي وايل يبكى كوابلين بمنصوب بخوني نباشا تغشتي قرينو نبو لسر نصبا أو كتابت الرفع راجحة رفعك راجحة به شو قرينة لسن نصب نبو بلغة لسن منصوبية نبو إذا أو كتاب بلغة يعني أو بلغة نبوني نصبة دليل لسن ويك هو رفع باشو رفعها البشير لعوة تيجي شو كتاب مرفعي بخوني توحدثنا حذف عامل ناكي شو كنت معنا فأنا حذف خلافي أصلا أصلا حذف ناكي بلغة مرفعي بخوني توا أو أبيت مبتدا وما بعدك أبيت خبره تقديري عامل ما منك وحذف عامل نكراوة فلان بمنصوب بخوين توا أبي تقديري عامل بكيتو عاملك حذف كراوة هي تقشتي نبرو حذف خلافي أصلا بمرفوعي إخويني نوا وبلغي كجنية ترجح إلا يعني نصفك بعد تقشتي نبرو عمين مختار رفعية أو بجراو فسن كراو رفعية وكرسي وقلي زيد ضربته زيد ضربته زيدان لأو زيد ضربته يبراك أما زيد من ضربته دروسة زيدان ضربته إيش دروسة أي زيدان بمنصوب خينه مفعول بفعلك حذف راك وضربت زيدان ضربته وعم بمرفعي بخينه بمن زيد ضربته زيد لا يبت تجبته مبتدا ضرب فعل ماضي تفاعل بها مفعول محل منصوب جملة ضربته محل مرفوع خبر أبو زيد لما اللي لدى حذف هيك تيا نكرة حذف خلافي أصلا في أمن سر أصل خوياته هيك حذف تيا نكرة زيد ويتم تداوج من ضربت وخبريت فأقول زيدا بخويني توا أو بيت مفعول بفعلك حذف كراوك ضربت زيدا ضربته تقشتي وقليني كجنية ترجيح أم لعني نصب با كواتا لعني رفع كبق وترا لبروا بهيز أكيو فسند أكليك بمرفعي بخويني توا تا منصوبي بلا منصوبيش دروسة فوتي يختاروا يعني أوان هل بجراء بلام غيري أوش دروس أما يكيان اختيار رفعية لو اختفى عند عدم قرينة خلافي كاتب بلغ نبو بلغ بو خلافي رفعة لكاتب نبوني بلغي خلافي رفعة واتا بيتواني رفعة كنصبية
بلغيك لسري نبو او اختا اوتوماتيكيا نوالي كار رفعك او بجير راوة بس النصبك لا تقشتين او عند وجود القرينة بلان او عند وجود اقوى منها يا لوقت وجود بون قرينيك دا كوا يعني ترجح در لبويك لأود لا ينا يعني يا ترجح بلغيك معنى ترجح رفع دا بلغيش معنى ترجح نصب دا بلان بلغي ترجح دي رفعك بيستر لبلغي ترجح دري نصبك تقشتي يعني هم قرينه هي لسن مرفوع بوني اسمك بخوينه هم قرينه هي لسن منصوب كردني بلان قرينه مرفوع كردنك بيستر لقرينه منصوب كردنك تقشتي بلان وكوسين كأما مع غير الطلب وكو أما يكواتش بتسر أو اسمي كما عامل كلمة مشغولة بلا يفعل كلمة مشغولة مع غير الطلب كأما لك غير طلب بكار هاتبه يعني أو فعلي كما مشغول ولا أو اسمي طلب نبي لا خواسيتيا نبي وكو أمر ونهي واستفهام أمانة نبي يا دعاء جانبني وكوسين وقولي لقيت القوم لا تعين سوى لقيت القوم وأما زيد فأكرمته بلي من قشت بقى القوم بل عم زيد رزم لي قشت لما لقيت فعل ماضي تفعل والقوم مفعول به وأما زيد مش شاهد لا وأما زيد ما حس عطفه بلا ما يا عاطفية بلا ما شرطية وأما زيد بس بيرفين يوم زي أما بوتشي يقول جاوا بلا زيدون أبيت مبتدا فاي بلا يعني بو معطوف به بلا يعني بو جواب يك بي أمش أكرم فعل ماضي وتفع إليكي وهي كما فعل كيدي كيفش كن لعزيز لردا وأما زيدون بخوني توا باشتتا بخوني توا وأما زيدان لأما أما تتسر أو اسمي كما عاملك لي مشغولك أكرمي يعني أما تتسر زيدون كأم زيدون عاملك لدواي وعات وفعل لدواي وكأكرمت هو مشغول بضمدك ولا أو ناتو أنا عمل فالا زيدك دا لذلك اختياري الرفعاء كي تقشتي فالعطف على الفعل قرينة للنصب وكلمة أما قرينة للرفع وهي أقوى الله بلا عطف لسر فعلك قرينين نصبي خلا بيش وأما وتياتوا بلا لقيت القوم وأما زيد دي بيشي أما زيد لقيتها توك فعلا دي قال هات وأما زيدا بخوني توا يعني وأكر وأما زيدا فأكرمته بخوني توا يعني وأما أكرمت زيدا فأكرمته بلا ما مصعب بلا وأما زيدا فأكرمته عليه قال أجل بمنصوب بخندية توا أو عطف لسر فعلية بيت عطف فعلية لسر فعلية عطف جملية فعلية لسر فعلية آخر جانا كم خوي كل بلاغة باش أكا تناسب لبين الجملتين ببي باشا تقشتي يعني مثلا قالت تبلي وأما زيدا أو اخطأ زيدا أبي بتي بيت مفعول بوتي وفعلي حذف كلام لأو كاترست كرستي فعلية يا اسمية فعلية بارك الله عطف كلمة سري لقيت زيدا تكشتي لقيت القوم عطف كلمة سري لقيت دي لقيت ايش فعلني دي هو مناسبة بين انا ودروس سبع فعطف فعل لسر فعل عطف جملية فعلية لسر جملية فعلية اما بلقيك نصبك يا بلان للاكة للشوان بلان كلمة اما هاتوا كلمة اما هاتوا جاء للتفصيلية كواتا أما كبو تفصيلة كوفان أما كبتي بخيني نوا شرطية عاطفة نية أما أماي تفصيلية يعني بدري جفية دعنا على من قشتن بأو قوما بلا عم زيد بلا غيزم لي أقر شا قشتي أما كنا أماي تفصيلية ظاهر وادر كبه كوا محلك عربي نية بلا مبتدايا فلانة في سارة شتاكة قشتي جاء بودري جفيدان ورون كردنوية جاء عليه كلمة أماك أماي تفصيلية قرينية بلغية لبو رفعة لأني رفعك بقوتك وهي أقوى
كلمي بلا أما كبتفصيلة أما مرجح ترجح ذي الرفعاء أم بهيستلا لأنها لا يقع بعدها غالبا إلا المبتدأ شكل دواي أما تفصيلية وزور بيكات مبتدايت لكواتا وأما زيدون بخينيتوا باشتا متدابيو أما لرقي خويلانيا كزور بيكات متى بشوينيايا بلام قال أما زيدون بخينيتوا وفعل بشوينياهاتوا لا برا وفعل كو زيدون مفعول بو فعل لا برا يعني وأما أكرمت زيدون فأكرمت شكشتين شكشتين بخلاف عطف الإسمية على الفعلية فإنه كثير الوقوع في كلامهم معناها تأييد بالسلامة عن الحرف أيضا جايانك وتي أما لقل غير طلب دابي واتا أو اسمي كوالا دواي وهاتوا وفعلة اللي مشغولة فعلي دوا اسمك وطلب بخوزاري كيان نبي دواكاري كيان نبي وكو أمر نهي وانا نبي جابوتي وتتي مع غير طلب يقل طلب وقت مختار نصبيا تقشتي وكوالي وإنما قال مع غير طلب احترازا أما إذا كان مع الطلب وكوالي أما زيدا فإضربه أما زيدا فإض يبو أول دواي زيدوا كاسم مشتغل عنه العامل كيا بلا يضرب هاتو كي يضرب وتيا وفعل أمره وطلبه تقشتين يوقف مختار تيا نصب تقشتين شو كأجل توب مرفوعي بخمسة بلاي أما زيدون أو أبي زيد كيبا مبتدا وانيا يوم كتبي يضرب كفعل أمره بكيبا خبري يوم كل يوسف أعرض عن هذا وثمان وثمان إنشاء نابي با خبر نتعلم الله يوسف ممتدى وجملة أعلى الخبر كيتي تشوف فعل أمره تقشتي إنشاء نابي تخبر فهذا تجيب لي بلي لقيت القوم أما زيد بلي فإضربه تقشتي أو مكاتا زيدا مخنيت بلي فإضربه زيد مخنيت بخنيت فإضربه أو مختار تيار رفعي مناسبية مختار تيار نصبية شوكا أقل زيد بمرفعي خنته زيد بتهم ممتدى إضربه بتخبري ده مش دوزنا مقر با إنشاء بتأويل نبي وتابع تأويلي بكي تأويلي بكي بلا الله سر في عني عمل الله يبدي تقشتي تأويلي بكي باسم تقشتي آه ده ألا بل أوى الله يعني بلا مقول في حقه يضربه آه تقشتي آه تأويلي بكي بمقول كاسم بكي تخبر لبل أوى ببي تأويل دوزنا إنشاء أمره أو أنا ببنى خبر لبل أوى نبي مختار رفعني بلك مختار نصب يا قالت الدواء اسمه مشتغل كوا بلى شهاد فعلي طلبي هذا كو أمر دعاء تكشت وكبليتي بلي أما زيدا أما زيدا فتي فيضربه يا الدواء زيدا يضربها تو تكشتي ديما يضربش بو طلبة تكشتي وتي أما مع غير الطلبي بلى أما مع الطلبي تكشتي وإذا للمفاجأة الله همكو إذاش كبو مفاجأة به أما لقل غير طلب دابا كراتبه بل أما لقل طلب منصوب يد باشا وهروا إذا مفاجأة أما جرب قرينكي به يستدعي أما إذا الواقعي على الاسم المذكور إذا كتشبه تسرع اسمي كما عاملك لي مشغول بوا بل إذا كش بل يبوتي بيصفتي بابو مفاجأة به بفولي كتب ريبه وقال خرجت فإذا زيد يضربه عمرو خرجت من شما داروا فإذا زيد يضربه عمرو فورا مفاجأة كتبري قال فإذا زيد يعني فورا كتبري زيد يضرب عمرو عمل ليدا لما خرجت في الماضي تفاعله يلا شكل في إذا فجائي في والله شكل ظلامة يا بوشتك إذا فجائي بأن عزيز أم زيد نابتا مبتدا يضرب فعل مالع فعالك بلا هي كم مفعول بيه بيشكوتو عمرو مفعول بيه عمرو فاعله لا كوتو
فإذا زيد يضربه أمر هكا مفعول بيشكوت أمر فاعل دعكوت دي عزيزة كم أما زيد لدواي تي وهاتوا لدواي إذا فجائية وهاتوا دي أم إذا فجائيش أقل هاتوا طلب بشويني هاتبو أو مختار نصبية ولام غير طلب هاتبو أو مختار رفعي أقول فإذا زيد يضربه أمر أو مختار تيا رفعية تقشتي عملي زيد كيف مبتدا جملة يضرب عمرو كيتا خبري بوشي مختار يا رفع يا أزوك غالبا لدواء إذا فجائية و جملة اسمية تيجشتي جملة اسمية يعني كجملة اسمية هذه يعني ما بعد كده مبتدا ما بعد مبتدا كده خبري كواتف فإذا زيدون أو زيد كده مبتدا يضربوا كده خبري جملة كو أم جملة مثل جملة اسمية شكل دواء إذا فجائية و زربي كاد غالبا جملة اسمية لقد زيدون بمرفعي بخلال زيدة بيتا مبتدا جملة يضربوا بيتا خبري دائما جملة اسمية فلام زيدان بخوني توا أو أبيت مفعول بفعل حذف كلاو جملة كبيت جملة فعلية سيقشتي أما مختار الرفع باس كلم شو نابو هيك كان عند عدم قرينة خلافي قرينة خلافي رفع كان نصبية وجود نبي يعني ببيا بلام عند وجود أقوامنا بلقاهية هم بو نصبش وخلاف رفعش كنصبية بلقاهية بلام بلقي رفعك بهيستلا وكأما مع غير الطلب وإذا للمفاجأة فكواب القهب بلان به يستبع وكأما يكالقل طلب أنا بيته وإذا كواب مفاجأة وكتبر بك أم دلمنا أم جاية السرع مختار النصب ويختار النصب أما يختار الرفع أي مختار النصب حول بجراء بنصب ويختار النصب النصب حول بجراء لو اسمك باسكرا لو اسمك عامل كلمة مشغولة بالعطف على جملة فعلية وبني عطف كذن نسأل جملة فعلية كلفية شوهات ولي تناسب لبو مناسبة أكو عزم كذي شكو باشتر بايا كل بلاغة وتعوى كمناسبة لبيني أو متعاطفين هبي يعني أو اسمية بو أمش اسمية بي أو فعلية بو أمش فعلية بي تقشتي دي اللي يقل بمصيب بخوني توي بيت الجملة في عطف فعلية لسر فعلية ومناسبة قدر السبيل وقل خرجت فزيدا لقيته خرجت فزيدا لقيته هذا من در تشومو زيد رزم ليقل يعني خرجت فلقيت زيدا لقيته لأن فاي عزم فاي عاطفية فاي عاطفية لأجل زيد بخوني تو لقيته بيتا خبري زيد مثل جملة لقيته خبريتي لأو كاتيا أبيتا عطف جملة اسمية لسر فعلية أو زيد مبتدا جملة لقيته بيتا خبري لو أم زيد لقيت جملة اسمية تكون مبتدا خبر لعطف كات السري خرجت كجملة فعلية لو مناسبة إلى بيننا بلان بمنصوب خنيته وبلي خرجت فزيدا لقيته أبيت سيت خرجت فلقيت زيدا لقيته لو كات فلقيت زيدا ولقيت جملة فعلية لعطف كات السري جملة فعلية وخرجت أم مناسبتك دروز بوا لو يا منصوبيتك باشا لو تام مناسبك هربتي قشتي يبراك. وبعد حرف النفي لدواء حرف النفي شوى مختار تيا نصبية جرى حرف النفي كان بس في أمس يعني ما ولا وإن ما بس في بيكي ما يو بيكي لا يو بيكي إنا وليس لم ولم ما ولن من هذه الجملة الله بلام لم ولم ما ولن أما أنا حرف النفي استمنا كان لي لدى يعني ما بس بوانن يعني بس ما بس في ماو لاو إنا ما ولاو إني نافية لم ولما أنا ما بزني شو كأمانة عاملا للفعل مضارع ده أساس فعل مضارع عرض تقشتي نمني حرف النفي وكتي الله ما زيدا ضربته ولا زيدا ضربته ولا عمرا ولا عمرا ولا زيدا ضربته ولا عمرا وإن زيدا ضربته إلا تأديبا لعز ما زيدا ضربته يعني شاني لزيدم نداوة ما زيدا ضربته
دي أما بلي اسمك لا دواي شي وات ولا دواي ما وات وكما حرف نفية دي مختار نصبية تقشتي يعني ما ضربت زيدا ضربت ولا زيدا ضربت ولا عمرا نلا زيد مداوم نلا عمريش دي ما زيدا خنته بمنصوبي باشترا تقشتي شنو دواي لا حرف نفية وهات وإن زيدا وإنك إني نافك إن الحكم إلا لله وإن زيدا ضربته إلى ذلك لزيد من دعوة ضربته لم دعوة لزيد إلا لبل أدب نبي يما عزم زيدا ندعى إني نافية وكواهاتها ودي باش غيب مصري بخاني تواها تقشتي وبعد حرف الاستفهام دعى بيتا كان استفهام وقال أزيدا ضربته أزيدا ضربته زيدا دا همزة استفهاماته ليوب منصوب خلاني أو ضربت زيدا ضربته ومشى مختلط يا نصبية تقشتي جاب ألا بو يزد حرف استفهام شو كذا اسم استفهام بيه مختلط يا رفعية أو وقتها وقال من أكرمته تقشتي أو من أكبر جاب ومتدى بخلانته مرفوع بيه وإذا الشرطية لذا إذا شرطية يعني إذا فجائية بو تقشتي أو مختار رفع عدو والله لذا إذا شرطية مختار نصب سكون داخل سر فعل بي تقشتي وقال إذا عبد الله تلقاه فأكرمه إذا عبد الله تلقاه فأكرمه أقل عبد الله بيقشتي ترزيلي بقرا بعزم أم إذا شرطية إذا شرطية سر فعل الرا إذا تشرل سر فعلنا الرا إذا كإذا الشرطية بأسر فعل الرا يستأسر اسم بوشتوا لأما وإلي أكيك تقديري فعله بواقي يعني هالجواب منصوب خل معنى ومفعولة بفعلك حذف كراو كما بعدك التفسير يكاتو لندى أم بلي بخويني توا إذا عبد الله تلقاه أم تلقاه تفسيري فعلي عبد الله كاكا يعني إذا لقيت عبد الله تلقاه فأكرمه تقشتم أها. يمشي كله ده إذا وهاته بمصيب خلنا يتوباشا كإذا أثر فعل أروى دي مصيب خلنا تولى بين إذا كله بين عبد الله فعلك تأويلك لو ده عندي تمشي وحيث له ده حيث شوى وقوله حيث زيدا تجده فأكرمه أو بلى حيث حيث ظرفة بلى ومجازاته دي عزيز من الودا زيدا بخوينته باشت مختارتيا نصب وام وفي الأمر ونهي لدواي أمر ونهي شوا هر باشوايا بمنصوبي بخوينته تقشت بوشي من مختار ويا نصب بي إذ هي مواقع الفعلي شنك أأمانا شويني فعلا يعني أمتنا شويني كباسي كر لدواء حرف نفي ولدواء جملة نازم تيو ولدواء استفهام ولدواء إذا شرطية وأمان حيث أمان وا مش أنا كان شفني فعلا فعل لدواء نويا بس كيف فعل لدواء نويا استان نهات واسم هات وا اسمك قبل منصوب إخوينه بقول فعل مقدرة تقشتي مضمرة يعني فعل تزيادة يا رويا تا اسم تقشتي يجانا كم ما أمكن مش فنين أفرمي وعند خوف لبس المفسر لكات خوف ترسي لبس ليقراني تفسير كروكا تقشتي يعني ويكا تفسير أكاتوا خوف لبس ببيت تقشتي بشتكي ثروة بتي وتفسير اشتباه ليقرانها بي بالصفة بصفته مفسرك انتباس بيبا صفة لو كاتب منصبي إخوين توباشرة تقشتي وكو فرمي خواهي قولا فرمي إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني إيما براسي هم مشتك دروست من كردوان بقدر وتقدير خمان هاتشتي بتقدير خمان دروست من كردوان لأن حرف مشابه بالفعل وناك اسمتي بلين دوائي جملي خلقناه بقدر خبر أبو إنك أي كل شيء يعني كل مفعول به وفعل تحذف كلاو كخلقناه
تأويلك تفسيرك، يعني إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. ينصب كل على الإضمار بشريطة التفسير، ولو رفع بالابتداء أما مرفع بخلق إنا كل، كل كيف مبتدا، وجعل وجعل خلقناه خبرا له، خلقناه كيف خبري، وإنا كل شيء خلقناه همشتك خلق ما الكتب وين القدر مش معنى كيف صحيحة تقشتي بلام التباس إبي بصفته شوك احتمالي هي أم بقدرنا خبر كل بيت تقشتي أم خلقناه بتصفة الشيء وإنا كل شيء خلقناه جملة خلقناه صفة بمحل مجرور وشيء بقدر بيتخبر كل يعني إما همشتك صفة وابيه خلقي خلقي إما بيو خلق ما كل بيدرس ما كل بيه أما بقدر بتقدير إما يا دي وقتا يعني أجر شتك هبي إما خلق ما نكرد بيه أو بقدر إما نية إخواج نية هم اشتر بتقديري إخواي قبرية فاتو معنا كي أقوري شكشتي أجر خلقناه يعني كلوب مفعول بكوني نوا احتمالي أوي هي كما خلقناه بتخبري أما معنا كي تيقناتي يعني إنا كل شيء خلقناه بقدر هموشت إما درس ما كلوب بتقديري خوما بلام أجر كل ما بمرفعي خوان دوو خلقناه احتمال أو هي كصفة يجبه آخر سات شيء أجر بمنصبي كل بخواني نوا بل أم خلقناه أبيت تجيبه أبيت بل أجر بمنصبي بخواني نوا خلقناه مفسرة خلقناه مفسرة لبو أو خلقنا مقدرة ككل منصوب له يعني إنا خلقنا كل شيء خلقناه هو خلقناه لأ مفسرة لبو أو خلقنا هيك كل ما نصب كل وجه شيء مقدر ومضمر ديو كاتنا على الشيء انك خلقنا وصفة الشيء مفسر لك بصفته تشبيه يعني ناقونجي والالتباس ناقو بلام عزم ايه بمرفعي بخيني توا احتمالي هي خلقناه ببيتا صفة لبو الشيء احتمالي خبروني شيء هيا تقشتي دي اقل بيكي بصفتي او معنى كي هلا داريا يعني احتمال ويقول إن كل شيء خلقناه إما همشتك وصفتي وابي خلق ما نكرد بيه بقدر بتقدير خمانة يعني أجشتك ما أشتك بيه وخلق نكرا بيه خلقي إما نبيه أو بقدر نية تخوشها بقدر تقشتي لبروا إخواني توب منصوبي تاوكو نصب نصب دواك خلقناه كين مفسر لبو أو فعليك حذف راوه كل ما نصب كدوا يعني إنا خلقنا كل شيء خلقناه يتوقع تبي قدرين بيتا خبري يعني هموشتك إما خلق ما نكدوا هموشتك خلق ما نكدوا بتقدير خوما أهو تبشت عزيز تبشت دوا عزيز ما يتبع بس بدأ جاءت السمسك بالأمران.